بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الهرري رحمات الله تعالى عليه: إن من خير ما تنفق فيه الأوقات إحياء العلم النافع والمثابرة على نشره للكبار والصغار، فإن في ذلك حفظ حقوق الله وحقوق العباد. وأهم العلم العلم بالله وبرسوله، ولا ينبغي أن يكون الإنسان قاصر الرغبة في الازدياد من العلم، فلقد قال الله تعالى لنبيه: وقل ربي زدني علما، ولم يأمر نبيه بطلب شيء من الازدياد منه إلا العلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. ففي هذه الآية وهذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم ونشره، فلا يفوتكم هذا الخير العظيم، واصرفوا إليه هممكم وفقكم الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله.